هاي ارفع ثاني واحده. مليون كيلو مربع حال جميل جدا، 2.5 من 10 كيلومتر. فكرت كي تيجي تقول لك اكبر بلد في افريقيا نعم ده انت. انا بيهمني في الكلام ده انه التربه في السودان بتتكون بعامل واحد بس المناخ، وفي المناخ بتتكون بالمطر. الجنوب ربنا بتاعه مطر كثير، قام بدت التربه بتاعته اللي هي الشارج هي فاريبل انها تتغير حسب البيتش. نحن اصلا متاجرين كده، قام جاتنا شارج ما بتتغير كلها ساقطه في بتاعة الشمال ماجستير. ونوع الكليمنر بتاعه اللي هو 2 to 1 كليمنر، والبيتش بتاعته من 6.8 ل 9.5، بينما في بلدنا الثاني ده كان من 4 ل 6.5. شوف الدرجة كان ممكن يمتزم من 4 ل 9.5، ويكون فوقه باري وشارج متغيرة ويكون فوقه شارج ثابت. يعني دي دايفرسيتي انتهت. أنا لو مشيت اليابان طبعا المشكلة بتقابل أي زول أنت منحة ملح. بديك منحة ملح بشغلك رجيس، ما تسمع بتدوك 2000 دولار في الشهر. أنت بتشتغل رجيس عشان مزاج نقطة معينة هم دايرين يحلوها، وأنت بتكتب بروبوزرك من هنا والسوبرفايزر بيقول لك أنا بيتك أونلاين بروبوزر سمح وعارفه ما بتشتغل فيه. أنت ما بتشتغل فيه لسبب واحد، لازم انت بتفكر بعقليتك هنا. الناس تخلوها زمان السوبرفايزر اللي بيقبلك بغير مقدرتك على بتاعت البروبوزر، ما غيرت البروبوزر. انا استاذ يوم مشيت كده كنت اشتغل في زياده انتاجيه الرز باستخدام سيانو باكتيريا، اساسا اليابانيين هي القدره على الرز، وزيد الرز هنا زولد عندي شغل بالرز بلا الرز لبني. قلت لي يا سلام يا اخي اشتغلت في النادرجين فيكسيشن، قلت لها انت عارف قال لي النادرجين فيكسيشن ده بيحتاج لمولبدنم، ما تشتغل لنا في المولبدنم. وبعدين زراعه دي يزرعوها حبتين وتقوم 200، امشي في بلدك عندك 30 سنه ازرع اشتغل لك في الدافع. لا تكذب. فدي العمليه اللي بتتكون بها الشارج اللي هي بتتفهم لايك ما في السبستيوشن، وبتكون شارج دوميننس اللي هي مثلا هنا اقل حاجه. دائما يا جماعه بتسعى للزيرو، اي حاجه في الدنيا تسعى عليها انها تستغل، الاستغلال ما بيحصل الا في الزيرو. اي جهدها هي بتجيب لك نت شارج مثلا اللي هي تحولت الالومنيوم من 3 للزنك 2 كده بتعمل نت شارج. اما في تربتنا الثانيه ديكا فبتحصل التغيير حسب البي اتش، مثلا في بي اتش 7 هي كانت ماينس 7، بي اتش 5 بقت ماينس 1، بي اتش 4 بقت بلس. كان من اللي اشتغلت فيه واستاذي مما كان في بلاروس شغال في المينرال ده لحد ما هنزل المعاش السنه دي ما اشتغل غيره. نحن الحمد لله هنا عندنا بتنكبس على الشجر كله والكش وتربي البعاين وبيشتغل استثمار طبعا. يعني طب يومين في معروض زورنا شركه كنانه كانت بتربى عظيمه، حيث مطلع تربى عظيمه لسه ده مفهوم لان المايكرو اورجانيزم لكن تفهم وزير بيقول لك انت الاكسير بتاع سماعات كوم يا جماعه انت الثلاث اللي دي ما بتقدر تعزلها من التربه، خليك تعزلها مع بعض ولكن بروفيسورات ولا؟ يعني كل دول بنجيب اللي عنده كله. يلا هذا الملبن من غشونه ولا؟ حتنطلع الملبن ده تربتنا في السودان ولا عندها فيه مشكله ولا مستاجرين ولا في دول شغال فوق في السودان. زائد ولا زائد لا نادر عشان انت تبي تشتغل فوق ولا بتكون ما في. المهم انا اشتغلت في لاب وبعدين دخلنا في حاجه اسمها نانو بور نانو تكنولوجي. انا هجيبهم في النانو دي بعد شويه انه لالو فين ده هو نانو بور 3 و5 والنانو ده شيء جديد. المهم انا اشتغلت في كونسنتريشن من 0 ل 2 ملي مول وبي اتش من 4 ل 10، ده الريسيرش اللي عملته في الاول.
الداتا. عادة الابسوربشن الاشتراكي قوانا بيحصل في البي كي اي، يعني لما تكون البي كي اي مثلا في بي اتش 4 الابسوربشن بيصير على حاجة. المولكترون ده عنده 2 بي كي اي الفرق بينه 0.5، يعني انا يحصل لها الابسوربشن 4.5 يمشي 4.7 يقوم ينزل في 5 6 اوف ذا 0. الكلام ده كله موجود في الليتريتش. كنت اشتغلت 6 شهور انا مجتهد هناك، عندهم نظام انك بتعمل سومينار، بعد ما تجي بتعمل سومينار بتقدم الرجاءات اللي وصلت لها بقعد الاساس وكلهم. الموجود في الليتريتشر انه الابسوربشن بتاع المولدات بيرتفع في بيرتش 4 ل 5 6.0 ثاني ما فيش. وحاسس وانا جبته قدر ما يزيد بيرتش ويزيد. بيرتش 4 عالية، بيرتش 6 5، بيرتش 8 ماشي فوق، بيرتش 10 كنت صوت صعب جدا جبت الداتا دايما. البروفيسور عين ليه كده قام قال لي هم قام خلاص دارين يدفعوا باللوح قال لي يا فوق بس والله يا اخي تتعب. وحاول امنع السوبرفايزر الكون سوبرفايزر انه شايف الحاجات دي في العلاقات بينه وكده هي ما تفهم انا لا تتاكد منها. فقامت اسوشيات قالت لي قال لي وكاشينا انا طبعا فهمتها وكاشينا انا دفني يعني. ف دكتور لو تسر لكم انه تفتع العمر عشان هناك اللغه دي الغلط في اللغه هو غلط في التعامل. نعم. يعني انت استاذك بتتعامل معه بلغه مؤدبه ويتعامل معه باحترام. وانت تتكلم عن نفسك بادب باحتغال لروحك. يعني انت تفتح روحك الواقع وتتعامل معه. من جروب على جروب. فقلت له انت فهمت انا دعيت وانت قلت باللغه برضه فلقد قلت ارو انه في علاقات ارو دي ما المفروض استخدمها الا مع زول كريم يعني المفروض اقول ايه معنى. فقام الاوتوشير قال لي لا خلاص والله دي ريزلت فاني لكن رايك شنو ما تثبتها عشان انشر لك في نيتشر. وانتهى السمينار وما في زول قال لي انت عينك في نيتشر واتش شو الريزلت غلط يعني. فمشيت رجعت قريت ممكن جيت المعلومة دي هذه انه المولكتينم ده لو التركيز بتاعه في التربة بيجا اقل من بوينت 1 هو يكون في مونوميري، اجل من بوينت 1 هو يكون في كومبليت. والحصل ليه ده ما ابزوربشن ولا اي شيء، الحصل انه البتاع ده حصل له بولمرايزيشن وقعد في الصف اختفى من السوليوشن. فبقيت انا بجي المعمل بعد الساعه 8 بالليل اشتغل في اللور كونسنتريشن اللي هو من 0 ل 0.1 ده شغلي انا، واشتغل في بي اتش اقل من 4 على اساس انه جلوكين كونسنتريشن مختلفه واشتغل لهم شغلهم. فلما اشتغلت في الشغل ده اتوصلت لنتائج مختلفه على الشغل. في الاول كان مطلوب مني من بوينت 2 ل 1.6 مليمول والبي اتش من 3 ل 10. المهم من 0 ل 0.1 ده جبته انا براي واشتغلت بالدكتور. فلما جيت للسمينار الثاني طلعت انه فعلا في ديفرنس في الابسوربشن وانه الابسوربشن اتوى كونسنتريشن بين بعد بي اتش 6 ثاني ما فاتهمش فعلا بينقص مع البيتش. ده فعلا في البيت لو كونسنتريشن كان في بي اتش اي هو واصل قريب للزيرو. فقدرنا نحدد انه في فرق في الميكانيزم بتاع المولودين بين الهاي كونسنتريشن واللور كونسنتريشن. برجع للنانو تكنولوجي الجزء التعمود، انا كنت بحضر لكم الموضوع دي جدا في المنازل كونفرنس. زي نحن لسه قالوا اسمه الفجاه تروبا، نحن نقول لكم 30 سنه هم بيجيبنا الثروه. وزي الفاون فيول يا جماعه اي زي بيبقى فيول. دي معلومه معروفه.
لكن يا جماعه الرواتب اللي انت بتدفعها بعد كده راح نتفضى منها درس عربي ممكن تتغير بقى الناس ممكن تمشي ببلاش لكن ما تقدرش يجي يعني ده تمشي التكنولوجيا هو يمشي اسرائيل اسرائيل ما قاعد يقول بقى قاعد يقول غنم لانها صغيرونه وما بتشيل سبيس بتجيب لهم كويس في الباور فيول قاعد يضرب الجوبا الجوبا بيشيلوا عطاء ولا محتاج الهموي وبتجيب ده واخر ناس في الباور فيول قالوا زي التحميل لانه اصلا تفرق وهي مشكله شكون العالم وشغالين به لكن نحن دائما بنبدا من الحساب بتاع الاخرون النوع التكنولوجي ده بيكتب حاجه بسيطه جدا انه بدل ما الحاجه تفضل تغيرون الثلث الثانيه بتاعت البيت الرياكشن بتاعي تختلف يعني الناس اللي بيحبوا البن بيقول لك يا اخي البن ما تتحملوش بالصحانه ضبوه بالفندق لانه لما نتكلم بالصحانه ده لازم تبقى درجه جدا بكل طعم مختلف ولو سويت دراسه تخلي لك كميه اكبر وحتى الناس اللي بيسووا مش في خبير كده سوري سكر نايم سوري سكر ده ما بيصير حاجه فبس الناس التكنولوجي ده اتبنى على فكره واحده انه الخطايا بتاعت الجزئيات لما يكون الدايمتر بتاعه دايمتر اصل ده في النانو نانومتر بتكون الخطايا مختلفه وده بيجي من السيرفيس اريا مختلفه اللي هو بتزيد السيرفيس اريا معناها بتزيد الاكتيفيتي وتكون الرياكشن في المولوكيول والاتومز لكن يا جماعه احنا لسه بنجيب المتر بشكل فده معناه يا جماعه من الفيروس اذا انت بتقدر تعرف الفيروس وبيشوفه انت بعد تتكلم عن النانو تكنولوجي ما تقدر على الفيروس وعلى الموليكولز والاتوم بعد كده والله شكرا في العرض طبعا اشتراطي تجي بسيطه على الدي اتش دي شفت انه المونيتور بالدي اتش دي بالدي اتش دي بالدي اتش دي ودي كلها عندها تطبيقات هم استفادوا منها ولسه حتى اصل يا جماعه نحن عايزين الحاجه دي حصلت وزادت ونزلت تطبيق العالم تاريخها الناس عايزين يعرفوا الميكانيزم حصلت كيف لان انا كنت شغال في وزن 50 مللي جرام وزن التربه اللي بشتغل فيها الرياكشن بتاعي 50 مللي جرام عشان نقدر اعرف الرياكشن وبتبدا احدد انه التغير ده بيحصل كيف وبعد ذلك استخدمت برنامج اسمه جوشن اللي هو الناس بتاع الابي نيشو سايكليشن كنت بشغل الكمبيوتر ثلاثة يوم يعني أنا سنة في السودان أخلي الكمبيوتر شغال ثلاثة يوم الكهرباء بتقطع وبيجي زول بيشير الوصمة فهنا مثلا أنا جيت لقيت التغيير في البي اتش اللي ما تجيش في البي اتش متر عرفت إنه مثلا في البي اتش 3 كان البي اتش نقصه معناها خطر لنزل البروتون في بي اتش 4 ما كان في تغيير معناها قاعد تطلع مويه اضفت لبي اتش 4 زادت البي اتش بما فيه بي اتش ريليز ده الكلام البراكتيكال بدي اثبت الثيوري ده اللي هو في السوفت وير يعني حتى اي شغل سوفت وير تاخد يكون معاه شغل بتاع براكتيكال زي الموجه الثالثه بتاعت الريموت سنسنج وجايز برضه ما بتشتغل ريموت سنسنج معناها بتمشي في الفيوتشر ما بتشتغل ريموت سنسنج انت بتعتمد لك على خلطه بتجيب هديه سنة 61 61 ده الحاجة ممكن تعرفها ممكن زي احكي لك 62 كام بشو لكن لابد يكون في تسلسل لابد يكون في تطاول حتى مش هنقدر يا جماعه نمشي مع بعض استفدت من الداتا بتاعت البي اتش دي البي اتش سوري قدرت احدد انه الرياكشن حصل كيف انه يا تفلو انت صفر تطلع فيه فايتوبيتين او مويه وحددت انه بتغسل فيها في البي اتش كده كل الموديل دي يلا بعدها كان حصل زياده في السي اس سي انا ده عارف الزياده في السي اس سي دي اجت من السيليكون جروبس اللي هي في دي ولا جاتني من اي من المولكيول جروب الاو في المولكيول اللي هو ليه موضع دي برضو عرفناها بالكالكوليشن ب دلتا اتش دلتا اتش وده في اتش ده هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا انه دايما يا جماعه زي ما قلت اي موليكول اي حاجه دايره تستغل دايره تستغل هي تستغل في لو تشارج اللي هو بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف وتاني الكون ده كله جماعه على حيوان على انسان بس على قانون واحد هو قانون الخالق
فزي ما انه حتى المكونات بتجعل انها تستغش، حتى الانسان ده لو جاته حاجات ضغط كثيره ما جاته نيجاتيف بيجيب كل واحد ويدع روحه، يعني نيجاتيف تعال جربه. هذه حاجه ما تتهيا، لابد يا ناس يجيبوا لنا الغنيانين بدون سكر، ما بدون سكر الان ضغط الذهن لابد يتعادل، ممكن تصغرين، لو ما جابوا الزير هو اساس الحياه، يعني لابد انا. فأتمنى أن يكون في